نافورة دبي الراقصة، متعة يتجمهر الزوار حولها بالساعات للتمتع بعروضها على أنغام مقطوعات عربية وعالمية شهيرة، فتشكل محطة جذب سياحي مهم. نافورة يعني شيء رهيب صراحة، يعني ما شيء ما تتوقعه. معجب صراحة بالنافورة في برج خليفة. It's a very fantastic show. I came to Dubai to watch the wonderful fountains. E le fontane sono veramente belle, belle, belle. نافورة دبي معلم سياحي، إلى أن وجودها إلى جانب برج خليفة غزل قصة حب بينهما لا تكتمل إلا حين تتراقص النافورة مطلقة أجمل المقاطع الموسيقية بينما يشتعل البرج متوهجا في السماء. الشغف بانتظار تتابع العرض كل نصف ساعة هو الشعور الذي يتملك زوار نافورة دبي مول، خصوصاً في كل مرة تتراقص فيها النافورة على أنغام أغنية جديدة، مما يجعل زائرها ينظر إليها وكأنها المرة الأولى. لازم لو جيت دبي لازم دايما انا اجي هنا اتفرج، لان في كل مره في تجديد، فهو شيء ممتع يعني. الاستغراق في المتعه هو الشعور الذي يتملك زائر النافوره، فبتمايلها الفني ابهرت العيون والهبت القلوب، مما جعلها تصنف كأجمل نافورة راقصة في العالم.